السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم تحلية تاع الموز. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي 7 حبات تمر، هو البارح نقلعوا له النواة تاعه، وهنا عندي 2 مغارف تاع المايزينا هي الناشفة، وهنا عندي 21 غرام تاع اللوز، وهنا عندي نصف لتر تاع الحليب، وهنا عندي حبة بانان هي حبة موز. نبدأ على بركة الله. والتمر مليح، مفيد للصحة، والسكر تاعو طبيعي، هنا ما نديرو لا سكر، فيه الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وهو التمر مصدر جيد للفيتامينات والحديد والمعادن. نبدأ على بركة الله. هنا في الخلاط تاعي نديرو نصف تاع لتر تاع الحليب، مفيد للأطفال الذكاء. هنا عندي 7 حبات تمر درتهم، 2 مغارف تاع النشا، وهنا ندير 21 غرام تاع اللوز، نخلط كاع ونزيد هنايا الحبة تاع الموز، نقطعها قطع عشوائية. ندير كل شيء في الخلاط، نحط الخليط في كاسرونة ونديره يغلي، بالتالي تتقال تولي كريمة. هذه التحلية سهلة وسريعة. دوك نحطو على النار حتى يغلي. نخلطو مليح، راهي عقاد الخليط يتخثر. وهذا الوصفة صحية بدون سكر، مفيدة للأطفال، ديروها لوليداتكم صدقوني تجي ولا أروع. نخلطو مليح، هتقال الخليط، دوك نديروها في الأكواب، خلوها تبرد. وصفة صحية فيها التمر، فيها الموز، البنان، صدقوني تجي ولا أروع. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. على الخليط تاعي تقال، راه تخثر، هاي الفتات تاع التمر واللوز، في حبات لوز 21 حبة ولا ديروها، راه غلا، راه تخثر. هاي الكريمة تاعي تقالت، نروح نحطها في الأكواب. نفرخها في الأكواب، صدقوني جات ولا أروع. من بعد نرجع لكم من تبرية، راهي بردت، راني زينتها بشوية لوز، ولا بغيتو زينوها بالتمر ولا بالبانان، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالصحة والراحة، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.